صلى الله عليه وسلم. الوالد يقول السائل: إذا أخطأ العالم فهل يجوز لطالب العلم أن يبين خطأه أمام الناس؟ لا، ما يجوز له يبين خطأه لا أمام الناس ولا بينه وبينه، يبين صراحة، وإنما يعرض له، يقول لو قال شخص كذا وكذا مثلا، لو قال شخص كذا وكذا مثلا، أو يقول أنا أثرت على حديث يمكن العالم استدل بحديث وهذا الحديث لا يصلح للاستدلال، أنا يقول إنك أخطيت، يقول أنا أثرت على حديث كذا وكذا وقالوا في سنده كذا وكذا، لأجل تنبه، لأجل أنه يتنبه بدون أن تباشره بالانتقاد. نعم.